الغيث شنو الغيث؟ مو المطر. الغيث كل بركة تنزل من السماء تسمى بركة، تسمى غيثا. حتى الابتلاء ها يسميه الله في القرآن غيث. ليش؟ لأن الابتلاء باطنه رحمة. شي يقول الله في القرآن الكريم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماذا؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. حتى هذا العذاب الله يعتبره غيث، يعتبره رحمة. كل ما يصدر من الله تبارك وتعالى رحمة. فالإنسان الذي ينظر إلى بلائه بأنه رحمة من الله تبارك وتعالى، مهما طال أمد هذا الابتلاء فإن الله تبارك وتعالى يجد هذا الإنسان صابرا. فالرزق